ممثلي القطب كيماوي للجرف الأصفر، السيدات والسادة أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية، سيدات والسادة رئيسات ورؤساء المؤسسات التعليمية، سيدات والسادة الأستاذات والأساتذة، السيدات والسادة رئيسات ورؤساء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، سيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، سيدات والسادة ممثلي الهيئات النقابية، سيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، بناتي وأبناء التلميذات والتلاميذ، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي اليوم أن يلتئم هذا الجمع المبارك في هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله أن يكتب لنا أجر صيامه وقيامه والسعي فيه، وإنه لمن دواعي الحضور أن يتزامن احتفال الأسرة التربوية بنهاية الموسم الدراسي، والشعب المغربي يستعد للاحتفال بعيدين مجيدين وهما عيد العرش وعيد الشباب، وهما مناسبتان تغتنمهما أسرة التربية والتعليم لتجدد العهد على المضي قدما في مسار التقدم والرقي الذي يشقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله. ولقد دأبت نيابة الجديدة على إقامة حفلها السنوي عند نهاية كل موسم دراسي لتشاطر الأمهات والآباء فرحة ونشوة النجاح، ولتبارك التفوق، ولترسخ لقيمة الاجتهاد والبذل، ولتطلع الفاعلين والمهتمين على حصيلة ما تحقق من نتائج، ذلك أن المدرسة المغربية وبالرغم من الجهود الجبارة التي ما فتئت تبذلها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومصالحها الجهوية والإقليمية، تبقى دوما بحاجة إلى تجسيد التواصل وتجسيره وإلى السعي إلى التفاف الجميع حول قضاياها بهدف رعايتها واحتضانها كل من موقعه، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تجعل من الشأن التعليمي والتربوي شأنا مجتمعيا بامتياز. 69% وبخصوص التعليم الابتدائي بلغ عدد المترشحين 71,714,000، تفوق منهم 53,013,000، أي بنسبة 88.37%. وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بأسماء معالي التوقير والامتنان للسيد عامل إقليم الجديدة، إشادة لدعمه المادي والمعنوي لقطاع التربية والتعليم، وتنويها بحدبه ورعايته الأبوية للمدرسة ولمختلف روادها. ومن خلاله أجزل عبارات الثناء لمختلف السلطات المحلية والأمنية والقائمين على أجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية والهيئات المنتخبة. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا
ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا ادخلوا حفل عشاء لراقص وانصرفوا وعلينا نحن أن نحمي ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء أيها المارون بين الكلمات العابرة كالغبار المر مر أينما شئت ولكن لا تمر بيننا كالحشرات الطائرة فلنا في أرضنا ما نعمل ولنا قمح نربيه ونسقيه لدى أجسادنا ولنا ما ليس يرضيكم هنا حجر أو خجل فخذوا الماضي إذا شئتم إلى سوق الضحى وأعدوا الهيكل العظمي للهدهد إن شئتم على سحر خزف لنا ما ليس يرضيكم لنا المستقبل ولنا في أرضنا ما نعمل أيها المارون بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة وانظرفوا وأعدوا أقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس أو إلى توقيت موسيقى مسدس فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف شعبا وطن يصلح للنسيان او للذاكره ايها المارون بين الكلمات العابره انا انصرف ولكن تقيموا اينما شئت ولكن لا تقيموا بيننا انا انصرف لا تموتوا بيننا فلنا في أرضنا ما نعمل ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل فاخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من ذكريات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة شكرا سعيد شكرا وبالتالي مع العلم النيابة انها تدير واحد من التعليم الخصوصي وواحد من التعليم العمومي واللائحة اللي تقدمت كان عندنا اعلى معدل على المستوى الوطني في التعليم العمومي لتلميذ إناس المعتز بالله والتعليم الخصوصي من تلاميذ الملاك الأزرق وكانت تلميذة من التعليم العمومي الأولى في مسلك العلوم حياة الأرض هي تلميذة مباركة زياد من تلاميذ السلام والبير أحد الأطفال بمعدل 17.57 بالنسبة للعلوم الفيزيائية كانت هناك تلميذة حققت أعلى معدل على المستوى الوطني في امتحان وطني ماشي في معدل العام في امتحان الوطني وهي تلميذة منال المدرسي من مؤسسة الإحصاء الخاصة بمعدل 19.18 وكانت تلميذة من تعليم عمومي هي إكرام عمروس من تلميذة جرف الأصفر بمعدل 18.47 بالنسبة للعلوم الرياضية ألف التعليم العمومي هاجر عويدي من تلاميذ أبي شعيب الكامل بمعدل 17.79 وبالنسبة للتعليم الخصوصي أناس الشرادي من مؤسسة إحسان ب 18.62 بقية المسالك تم الاعتماد نفس المعيار الأول على المستوى الإقليمي بالنسبة للمسلك علوم التكنولوجيا الكهربائية ما كاينش علاش إذا هنا ما تقدرش تسمع الخصوصي لأن هذه المسائل ما كايناش في الخصوصي سعيد اللهوي التكنولوجيا الكهربائية من تلاميذ الرازي 18.36 العلوم الاقتصادية فيها الخصوصي والعمومي كانت المعدل الأول على المستوى الإقليمي زينب المدافع من مؤسسة إحسان بمعدل 18.99 وأميمة الرحيلي من تلميذة الرازي 17.91
إذا المسلك ما لقاتش الخصوصية راه ما كاينش الخصوصية، هذا المسلك ما لقاش الخصوصية. التكنولوجيا الميكانيكية أين المستقيم من زمن الرازي 1777. بالنسبة لمسلك العلوم الرياضية كانت أول معدل عنصري إقليمي أيمن زكاري من إعداد من مؤسسة الإحسان 1696، ومن أسماء إدريسي من مؤسسة الرازي 1660. مسلك الآداب سلمى الحافظي من جبهة الأصفر 1630. مسلك الآداب ولكن في العلوم الشرعية محمد وليد سطوري من القاضعية 1526، وهذا تم تكريمه لأنه من تالي فضعية إعاقة. الزهراء منير مسلك العلوم الإنسانية 1640 1596. بالنسبة للتكبير المحاسباتي يوسف بلوش من تلاميذ الرازي 1454. وأيضا مسلك العلوم الشرعية القاضعية عبد اللطيف أقبيل 13.4. أيضا ينبغي أن نوضح أن بالنسبة للحواسيب التي قدمت في البداية هي حواسيب ممنوحة من طرف عامل إقليم جديدة، ولذلك كان من الدولة القدوة هي الأولى. وكاين أيضا حواسيب ممنوحة من طرف المركب الكيميائي جبهة الأصفر هي الثانية، عاد كاين الجوائز الممنوحة من طرف ميزانية النيابة الأكاديمية. فإذا الترتيب ديال التلاميذ خاضع معايير مضبوطة الأول إقليميا، ولكن بالنسبة للجوائز تم هذا التصنيف خصاص تكون جائزة ديال السيد العالم ثم ديال القطب الكيماوي ثم ديال النيابة، فمعذرة وليتسع صدرهم إلى وقعت شي هفوة ولا شي ثم تنظم النيابة الجديدة حفل تكريم التلاميذ المتفوقات المتفوقين برسم الموسم الدراسي 2015، يومه السبت مع شهر رمضان الموافق ل 11 يوليوز. وهذا الحفل يندرج في اطار واحد سنه حميده وواحد التقليد اللي ارسته النيابه الجديده وباقي النيابه الامري، بحيث يتم مع نهايه كل موسم دراسي الاحتفاء بالمتميزين والمتميزات من التلاميذ. وهذه السنه تنظم النيابه الجديده هذا الحفل، وهي فخوره لكونها حققت اعلى معدل على المستوى الوطني بمؤسسه التعليم الخصوصي، اضافه الى تلميذه حققت اعلى معدل في الامتحان الوطني ايضا في التعليم الخصوصي، وايضا مجموعه من تلاميذ التعليم العمومي حققوا مراتب جد متقدمه ومعدلات مرتفعه. وللاشاره فقط فان جهه الدفاع العامه حققت اضافه الى الرقمين الوطنيين الخصوصي والعمومي مجموعه ارقام اخرى فيما يتعلق بالتلميذ الثاني والتلميذ الثالث الى اخره. وبالتالي اعتبر بان هذه الجهه هي جهه ديال الاجتهاد وديال المثابره، وهذا بطبيعه الحال بفضل السيدات والساده الاساتذه بفضل دعم الاسر وحضور الاسر، ونتمنى ان هذا التقليد يستمر لانه في نفس الوقت تكريم لهؤلاء التلاميذ، ولكن في نفس الوقت تربيه على الاقتداء بالنسبه للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم الان بالمؤسسات التعليميه، ولليقين ان المستقبل ان شاء الله بالنسبه لاقليم جديده سيكون مستقبلا واعدا بفضل تضافر جهود المتدخلين في قطاع التربيه والتعليم بهذا الاتجاه. شكرا لكم. الجوائز فهي معايير موحده على المستوى الوطني بمرجعية المشروع اللي كان في البرنامج الاستعجالي، وبالتالي تبقى مستمر وهناك مذكرة وزارية تحدد المعايير ديال استفادة التلاميذ من هذه الجوائز. فبالنسبة للتعليم سلك البكالوريا دائما يكرم التلميذ الأول
على مستوى الإقليم في كل مسلك. النيابة الجديدة أضافت أنها تعطي حتى التعليم الخصوصي، علما أنه لا غير منصوص على منح الجائزة، وخاصة ما يتعلق بالحواسيب واللوحات الرقمية، لأن هذا يدرج في إطار ميزانية الأكاديمية، وبالتالي يوجه للمدرسة العمومية بالدرجة الأولى. ولكن مع ذلك نظرا لتوفر عندنا مجموعة من الجوائز اللي يساهم فيها مجموعة من الشركاء، العمالة، المركب الكيماوي للجهة الوسطى، ارتئينا أننا نعطيو حتى للتلاميذ ديال التعليم الخصوصي. بالنسبة لبقية الأسلاك، اعتمدنا الأول الثلاثة الأولين على مستوى كل دائرة بالنسبة للتعليم العمومي، والأول على مستوى كل دائرة بالنسبة للتعليم الخصوصي، خاصة بالنسبة للتعليم الإعدادي والتعليم الابتدائي. ويمكن اللوائح ديال هؤلاء التلاميذ إضافة إلى معدلاتهم ومؤسساتهم هي هنا إشارة لابد تطلع عليها. مرحبا. راكب البوران.